موقع جبار يا جماعة بكل بساطة بيحول لك النص المكتوب لتعليق صوتي. هذا الموقع اسمه ttsmaker.com ttsmaker.com free text to speech. عندك مثلا جملة باللغة الإنجليزية أو نص، اكتب هون كود التحقق، بعدين قول له convert to speech، وفي عندك اللغات هون اللي بدك إياها. وشوف يا سيدي العزيز، تقدر تعمل داونلود للفويس بكل بساطة، قرأ لك إياه وتقدر تعمل داونلود للفويس. موقع أكثر من رائع يا جماعة، TTS Maker.